عفوا لو سمحتي. تفضلي لو سمحتي. عفوا احترم حالك، انت شو فكرني؟ مدام مايا انا المقدم قصي. تفضلي بكيفك احسن ما اجيبك بطريقتنا. لو سمحتي. اسمك مايا حنون، عمرك 26 سنة، كنت مضيفة طيران بالسورية وتقلعتي لأسباب أخلاقية، بس عاملة حالك لسه بالشركة لحتى تبرري غيابك وسفرك المتكرر على دبي وبيروت وغيره. ما شاء الله ما شاء الله، متارك حدا من شرك، تجار، أولاد مسؤولين، ضباط، صاغة، خلصت الكبار وبلشت بالصغار. شو بدنا بالحكي؟ ملف مشرف بيرفع الراس، بس إذا بدك هذا الملف بيختفي وكأنه مو موجود أساساً، وإذا بتحبي بنفتحه وبنفتح كل البلاوي اللي فيه، بس إذا خفينا رح يكلك ظهر، وظهر ما كان كتير تستندي عليه. شو بدك؟ شي بنفس اختصاصك. إذا هيك شغلتك كتير بسيطة. لا مو أنا، مو أنا أبدا، بس شي بنفس الوساخة. شعبان الراوي تاجر قماش كبير، زلمة صاحب كيف وبيحب الوجه الحسن ومحل سهره معروف. نحن شاكين انه بيتعامل مع الجيش الحر وبيمول اكثر من كتيبه ومجموعه. بدنا باسلوبك الحلو تزبطيه وتسربي له المعلومه اللي رح اقول لك اياها. بسطتي يا قطة؟ إذا أنا قطة أنت شو؟ فارة؟ حرام عليك، أنا قطقوطة صغيرة. مياو. دخيل القطط لأجلك، إيه؟ قلت لي مشغلك بأول الغوطة ما هيك؟ بس والله تعطرنا هنيك، بالزور ماشي الشغل. يلا هانت، الشباب رح يخلصوها عن قريب. عم يحضروا لحملة عسكرية كبيرة كتير، خلص بدهم يحسموا كل شيء. هيدي إشاعة سمعناها مليون مرة، ما عاد نعرف مين بنصدق. لا، هذا كلام نظامي وأكيد. ضابط مهم كتير حكى لي إياه وهو سكران. وقال لي إنه عم تصير تجهيزات كبيرة كتير، وحتى رح يسحبوا العساكر الموجودين من الجهة اللي بتقابل المعامل، مشان يهجموا بهاليومين، بس هذا الشيء عم يصير بمنتهى السرية. مشان المفاجأة يعني. ما بعرف، أنا هيك خبرني الضابط، ها أنا ما دخلني. أيوة تكسبتي يا اسطفلو، نحن ما دخلنا. قلتك نحن ما دخلنا. دخيله هيك دخيلك أنا. تعي لقلك تعي. لحظة بس، صوتك عم يقطش، ما عم اسمعك. هلا فهمني، الشباب هجموا؟ هلا بلش هجوم علي، الحواجز كانوا متراخين ومو متوقعين ابدا. منيح، هذا الكلام حلو. شو ما بصير بتخبرني اول باول، فهمت؟ الشباب على الحواجز عملوا حالهم نايمين بالعسل؟ كثير منيح، معناتها بنضل على خطتنا. يعطيكم العافية. هيك الفيران بتوقع بالمصيبة.
انت شو عم تحكي؟ شلون يعني الهجوم فشل؟ ليش الشباب ما تاكدوا انه يسمع الحواجز انه ما في حدا؟ طلع القصه كلها ملعوبه من الامن، انت شلون جبت المعلومات؟ من عندك انت؟ شو بدك القصه هاي؟ فهمني شو صار؟ خبرك مشان تحكي حالك، قيادات معتبرينها خاين، قرار تصفيتك رح يطول بين لحظه والتانية، والامن اكيد مراقبك، وانت بجدها بتطلع برا البلد. روح روح هلا روح روح بعدين نحكي يلا. انتي يا بنت الكلب. ما في شيء من قيمتك شعبان بيك، تفضل انشحط. جيب الاغراض من السيارة. كيف عرفت البيت؟ بزعل منك ها؟ شو هالسؤال هاد؟ نحن ما عم نلعب، وأكبر دليل العملية الناجحة اللي صارت بيناتنا. الأمور كانت منيحة، والنتائج أحسن من المتوقع، ولسه الخير لقدام. يعني مبسوطين مني؟ طبعاً، مشان هيك بتستاهلي الوردات. في لك مكافأة مالية. أنت هلأ بطلة وطنية. شكراً بس هي أول مرة وآخر مرة. خدمة الوطن ما فيها أول مرة وآخر مرة. وقت اللي منحتاجك بدك تلبي النداء. نحن بنأمر وأنت بتنفذي. بعدين لازم تنبسطي، لأنه هي الشغلة الوحيدة اللي بترفع الراس بكل تاريخك. اتركوني بحالي، أنا ما عدي ساوي شيء. لا تستشرفي علي وهيك. لسه من كم يوم هجمتي على بيت واحد وربيتي الكلاب السود فيه. الزلمه تشوه بسببك. بقى لا تعملي الملاك البريء على سمائي. وقت اللي منقشر بترقدي مثل الكلبه. نحن منفصل. انت بتلبسي. بس انت شكلك بتعرفي تشلحي وبس. حطي الوردات بالمي قبل ما يدبلوا. ويمر بطيفها وتسكن الاحلام
جميلة وأحبها واسمها شقاء، ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام. جميلة أحبها واسمها شقاء.